صباح السعادة والهنا مرة تانية لكل الناس اللي انضمت لحضور حلقتنا اليوم من صباحاتنا وصباحاتكم السودانية، وكمان أكيد بنجدد الترحاب بكل الناس اللي بتسمعنا عبر إذاعة سودانية 24 على التردد 93.6. وصلنا معكم لواحد من المواضيع المهمة جدا لليوم، عايزين نتناقش عنها إحنا كيف نقدر نستفيد من الإجازات وأوقات الفراغ عموما بالنسبة للأطفال، وكيف إحنا نقدر ننمي جواهم مقدرات عموما عشان ما يقدر أكيد لما يكبر يكونوا حاجة مختلفة تماما جدا، ويقدر يكون عندهم مساحة يخطوا فيها بصمتهم الواضحة جدا. عشان بنتكلم أكثر عن الموضوع ده ونعرف إنه إحنا كيف كأهالي نقدر يكون عندنا اللي هي القدرة عشان ما احنا ذاتنا نقدر نفهم احتياج الطفل عموما، كيف احنا نقدر نتابع كل تفاصيله الخاصة به عشان ما نعرف احنا نضيف له شنو. أسعد جدا بأن يكون معي داخل الاستوديو أستاذة إيثار صلاح الدين اختصاصي نفسي. صباح النور وصباح السعادة عليكم وصباح الجمال. صباح الخير عليكم إن شاء الله. الله يخليك. بداية عايزين نتكلم عن إنه لو قلنا فترة الطفولة هي نفسها وحبينا احنا قمنا حديدة في زمن معين ممكن تكون بتبدأ من متى؟ طيب الطفولة شوفي ناس كثير مختلفين فيها، ففي ناس بيقولوا لحد 18، في القانونيين بيمشوا بجهة معينة طفولة متأخرة أي طفولة لحد مدة، لكن يعني بعد ذاك بيجوا بقسمها مثلا فترة الرضاعة، في طفولة المبكرة، في الطفولة الوسطى اللي هي بتكون يعني بين 2 لحد 6 سنين، عندك الطفولة المتأخرة لحد 12 سنة، فبتفرق يعني كل عمر حاجات واحتياجات. طيب اكيد ان لكل عمر عنده احتياجات وعنده تفاصيل خاصة به، ومن خلال المراقبة المستمرة من الاهالي بتقدر انت تتعرف على طفلك، ممكن يكون عنده يا قدرة او عنده يا مقدرة ممكن او موهبة تولد بها وانت حابب حتى انه مثلا يقوم يكتسبها. كلمينا اكثر عن الحتة. طيب يلا، هي عموما انه كل مرحلة يعني عندها مقدرات معينة معروفة ومهارات، لكن فعلا تجي تلقي طفل مميز في حاجة معينة أكثر من الباقين. فالأهل لو أصلا عارفين شنو المقدرات بتاعت العمر دي بتساعدهم يعرفوا طفلهم ده مميز في إيش، فبالتالي محتاج إنه كمان يعرفوا عن المرحلة الكاملة من خلال قرايتها من خلال متابعة مستمرة. بالضبط، لازم يعني دي حاجة مهمة شديد، عشان يعني كثير من الاهل بيجوا بيكونوا خايفين يقول لك طفلنا ما بيقدر يعمل كذا، بيكون هو لسه اصلا عمره ما وصل المرحله دي عشان يقدر يعمل التخوف ده. بالضبط، يعني ما في حاجه تخليهم يخافوا. الحاجه الثانيه في ناس بيطلبوا من عيالهم حاجات اكبر من عمرهم، فبرضه لانهم ليه؟ لانه ما عارفين العمر ده يا مقدره عليها اللي بيقدروا عليها، يا هوايه يا مهارات بيقدروا عليها. طيب اكيد في مقدرات وكمان مواهب خاصه بالاطفال في مختلف اعمارهم، دور الاسره عشان بتنمي وتطور الموهبه دي شنو؟ طيب دور الاسره مهم شديد، لانه هي اكثر زول محتك بالاطفال هو الام والاب، وبعد ذاك المدرسه. تمام. لكن الاسره هم نمره واحد، يعني لانه هم اللي بيقدروا يراقبوا الطفل من ولادته شنو حياته بيقدر شنو ما بيقدرها. المقدرات هي ذاتها في حد ذاتها مقسمه، يعني عندنا المقدرات الحركيه، مقدره التفكير، مقدرات العقليه، المقدره في التعامل مع المجتمع، المقدره بتاعت التحليل، يعني كثيره هي مختلفه. نعم. فالاسره لما تكون واعيه بالمقدرات المختلفه دي ويربطوها بالعمر حتى يقدروا يساعدوا اطفالهم، يقدروا يعرفوا انه في العمر ده انا مفروض اوفر ياتو لعبات، في العمر ده انا مفروض اوفر ياتو مجتمع، مفروض ياتو رياضه، او حتى كمان اي ابواب من النقاشات عشان ما يقدر ينمي جوا طفله الروح حقه الثقه ويدعمه كمان بجانب ثاني مختلف. في جزء برضه من الاسر للاسف هم بيتعاملوا مع الموضوع ده بجانب سلبي شويه، يعني حيلاقي مثلا واحد من الاطفال ماسك زفردنا راديو او اي حاجه وبيفكك فيه وبتاع، ودي مقدره جواه، لكن انه بتلاقي الاسر مثلا حتقوم تقمع الحاجه دي، فيا ولد خدت البتاع وكواريك وبتحصل حاجات، فخلاص صح. حتى زي ما بيقولوا اللي جواه خلاص بيكون طار. زي ده احنا نقدر مش احنا نتعامل معهم كيف، لكن عايز اديهم كم التوصيه انه لا هم بالعكس بيعملوا في حاجه كويسه، انت لو اديتهم مساحته، لو راقبته من بعيد، لو اديتهم المساحه الكافيه يقدر يعمل فيها، اكيد هو حتلاقي انه عايز يوصل لحاجه صح. طيب يلا شوف الغلط شنو بيعملوا الاهل. أيوة. اللي بينقص من مقدرات الاطفال انه فعلا اول حاجه كلمه لا، عندنا لا دي كثير، الطفل اي حاجه يعملها لا بيكون احنا ما عارفين انه هو لازم يعمل الحاجه دي، حس يعني في عمر معين الطفل بيبدا اي حاجه بيكون عايز يبدعها لانه عايز ينمي المهارات الحركيه بتاعته، ما بيكون قاصد انه يكسر انه يخرب صح. الحته لا، هو دي فاحنا لازم كاهل نوفر مثلا حته وادوات حاجه تكون سيف. بالضبط، انه يقدر يبدع، يقدر يمارس المهاره دي عادي عشان يطور مقدراته. في فتره الاطفال مثلا في فتره الرضاعه
اللي هي من صفر لحد سنتين كده لازم يتحركوا لازم يحبوا لازم. فبتلقي في اهل خايفين شديد ما عايزين طفلهم يجي، ما عايزين طفلهم يمشي، ما عايزين يخطوا في الوطا، فديل بيحدوا من المقدره. الحرص الشديد الحرص الشديد بالضبط والمنع الشديد والتحكم الشديد في الطفل دي كلها بتنقص من مقدره. في حاجه برضو اضافه يعني اثاره اللي هو الجانب بتاع الطفل لما يتعامل مع انت تقول له لا او تعاملاته العموميه دي بتقدر تحدد لك هو تبعياته نمط، هل شخصيته عنيده، هل ممكن يكون يعني هادي، تفاصيله شوف ايوه خجول، فبتقدر اللي قدام انت تعرف تتعامل معاه بهي الطريقه. فسيبوا اطفالكم يعيشوا زي ما هم صح دي اهم حاجه. طيب جميل. واحده من الحاجات اللي هسه حاصله انه الناس اكيد هي بدات فترات الاجازه والاسر كمان بتعاني جدا من الجانب بتاع انه كيف تتعامل مع الاطفال في الجانب ده، لانه خلاص بتعاملوا لا جو بتاع ازعاج وما بعرف حوامه الشمس وتفاصيل كثيره جدا. صح. احنا كيف نقدر نستثمر الزمن ده بطريقه ممكن تكون هي مساحه، واذا كان سواء كان ممكن تكون 3 شهور او ازمان معينه نقدر احنا ننمي فيها قدرات اطفالنا ونقدر نخليهم هي زي مساحه بتاعت استراحه، لكن في نفس الوقت تقدر تتطور فيها انت، تقدر تتهيئ كمان للمرحله اللي بعدها اكيد اللي جايك. صح. طيب فتره الاجازه طبعا فتره يعني وقت كفايه كده انه ممكن نعمل فيه حاجات. صح. كثيره. فاهم حاجه انه يعرفوا طفلهم في هذا عمر محتاج يطور يده حاجه. يعني بنلقى اهل كثيرين بس عايزين يدخلوا مثلا اطفالهم كورس صيفي. طيب كورس صيفي بتاع سباحه، كورس بيكون طفلك انت ممكن ما مستعد لسه للحاجه دي، دي ما الحاجه هو عايزها، ما تجبر على حاجه. بالضبط. الحاجه الثانيه المهمه فعلا ما تجبر طفلك على مهاره ولا اي نشاط هو ما عايزه، معناته هو ما قادر عليه وخلاص ما عايزه، ما بنجبره عليه. مهم نعرف الطفل المفروض يلعب بيته لعبات. نعم. لازم نعرف يعني عشان نوفر له، لانه في لعبات بتنمي المهارات بتاعت اليدين زي الصلصال، يعني حاجات بسيطه ما حاجات انه ما في، المكعبات حاجات يعني سهله وبسيطه نحن نوفر لهم. في ناس حتى الصلصال برضه عنده عمر معين، احنا زي ما قلنا قبل انه اهم حاجه انت تركز على انه طفلك في اي مرحله عمريه، احتياجاته شنو، اللي بينفع معاه شنو، اللي ما ينفع معاه شنو، حتى بدك انك انت تعمل وتراقب لكن من بعيد. بالضبط. انا هساعدك في الموضوع، خلاص اختصصت نفسي تو. فيعني حتى مثلا زي الصلصال الفكره انه بيبدو بعد سنتين عشان يقوي اليد. نعم. بعد ذاك بعد ما يكبر شوي انه يعملوا اشكال معقده اكثر، يعني ما انه بس في العمر ده خلاص بنفصله، لا. صح. لكن كل عمر بيقدروا يعملوا بيت تطور اكثر من الباقيين. في الحاجه اللي بتزعج الناس شديد هي التلفزيون طبعا والبلاي ستيشن والشنو. صح. يعني انه يقولوا لك امنعوهم، دي حاجه انا برفضها. يعني ترتيب للازمه. بالضبط. يعني رتبي زمنك، رتبي مواعيد، انه متين يلعب بلاي ستيشن، متين يحضروا تلفزيون، متين يعملوا مناشط. طيب في حاجه ثانيه برضو ممكن تكون هي في الجانب ده اللي هي بتنمي جواهم برضو روح الاسره وروح التعاون، لما يكون الام والابو نفس الاطفال هم بيعملوا في مهمه واحده، يعني بتعمل جانب رائع جدا، واكيد هو اللي قدام حيكون انسان معافى وبيطلع للمجتمع بكامل الثقه وبكامل القوه. في تفاصيل ثانيه ممكن برضو الاهالي هم بيعملوها من غير ما يحسوا، من غير علمهم بيلاقوا ان هم حدوا من مقدرات الطفل، هو زي ما احنا ذكرنا قبل الكلمه بتاعت لا، القمع الشديد من انه لا ما تعمل حاجه، تعال او تجبريه برؤيتك انت. من الحاجات برضو يعني اللي بيعملوها انك توصل للطفل ما حد يقدر تعمل كده، مثلا يكون حاجه بسيطه عايز انط من الترابيزه، تقول له ما حتقدر، ما حتقع، يعني طوال انت مدخله له الفكره بانه بالضبط، مش انت حتقولي له لا، لكن انت مدخله له الفكره. كلنا بنخاف على عيالنا، يعني مثلا انا ولدي لما يجي ينط من الترابيزه بكون خايفه وبقوم بقول له ممكن خطر عليك، لكن لما ينط بكون مبسوطه شديد انه هو حتى تفوض علينا ذاتي بالضبط على توقعاتي. فكلنا بنخاف لكن لازم نديم يعني حتتهم. الحاجه الثانيه ممكن بيعملوها الاهل وهي خطيره شديده اللي بشوفها، انه بيدخلوا عيالهم في مستوى اكبر، يعني مثلا يكون في كورس محدد بتاع صيفي بتاع اي حاجه محدد من عمر معين، بيقوموا الاهل يصروا لا ولدي ما مشكله سنه اقل من سنه أقل، بيكون الحياه دي خطره للطفل لانه دائما بيشوف نفسه اقل من الباقيين، هو مقدراته ما زي العمر الكبير. فاحسن يكون لا كل طفل مع عمره مع نشاطات عمره مع عمره. طيب جميل. طيب احنا عشان نقدر نواصل في تنميه القدرات طول العام وما نخليها ان هي بس في فتره الاجازه، وعشان زي ما بقولوا نلخمه من الاجازه وخلاص الواحد يقعد ما يطلع برا او تفاصيل زي كده، والحاجه دي هي برضه هي واحده من اهم العوامل ممكن تكون في سبب نجاحهم لقدام. طب احنا كيف نقدر نواصل في الحياه ونخليها هنا زي الحاجه المستمره ما تتقطع، تكون دائما، سواء دخلناهم اماكن متخصصه او حتى عملنا تفاصيل في البيت. يعني فتره ما بعد الاجازه بينزلوا المدرسه بيكون ما في وقت كثير، انا عارفه والاهل مشغولين والناس مشغوله، حاجه بسيطه ممكن نشوف المقرر حقهم
ولما يكونوا بيقروا في البيت يعني نربط المقرر بأنشطة ممتعة. نعم. عايزين يحفظوا ممكن يحفظوا بطريقة معينة، عايزين يفهموا حاجة لا نتناقش معاهم، يعني بنقدر نطور الحاجات بس نربط. نعم. بين يعني مقرر المدرسة وبين الأنشطة الممكن نعملها في البيت مع مقدرة العمر المعين. طب إحنا داخلين هسه في فترة الإجازة، أكيد في نشاطات ممكن واحد يعملها في البيت هي بسيطة لكن بتنمي عن الذكاء، بتنمي إحساسهم بالعاطفة، بتنمي حتى المبادرة السمحة جدا تجاه المجتمع. لو أديتينا مثلا نموذجين لمش لعبة لكن إنه ممكن خلينا نقول للحاجة اللي بتحصل أيوة للنشاطات دي لنقاشات ممكن تدعمل لكل الأسر اللي بتابعنا هسه الآن سواء كانوا أمهات أو حتى آباء أو حتى الأطفال نفسهم لو هو في ظل هسه شايفنا ممكن يطلب بعدين من أسرته إنه يطبق معه الحاجة دي. طيب حاجات ممكن يعملوها في البيت، يعني لو مثلا نقاشات أو كده ممكن يفتشوا في الجوجل عادي كميه من الاسئله ويدوها لاولادهم بتخلي يبدوا يفكروا كثير. يعني مثلا يقولوا الليله المفروض تجاوبوا لي تكون اسئله ممتعه ما تكون حاجات جاده يعني زي القرايه في المدرسه. ممكن الكتب، يعني كل طفل يوفروا للعيالهم كتب فكل عمر، يعني العمر الصغير بيحتاج الكتب الصوتيه ودي حاجه بقت سهله، يعني ممكن تفتحي في تنزلي من الجوجل. نعم. بتلقي الصور انت بتسمع يعني انت بتقري الطفل بعد طفلك كل ما يشوف الكتاب كانه انت بتقري له. في عمر معين بيحتاج الكتب تكون ملموسه فدي كلها كتب متوفره يعني ما حد انها ما فيش. ممكن يجيبوها لهم. القرايه عموما حاجه كويسه. مناشط جماعيه، يعني ما يحاولوا لما يجيبوا لعبات تكون انه كل واحد لعبته براو اي كل واحد بعمره، لكن لازم تكون في حاجه جماعيه تجمع الناس دي مع بعض بيلعبوا مع بعض عشان بتنمي مهاره ذات الجماعيه. طب بس حاجه اخيره عايزينها كمان توصيه نهائيه لكل الامهات في مشكله بتاعت الترتيب الزمني. مع زمان هو بيطلعوا المدرسه فرضا وبتكون عندك مساحه كافيه جدا تقدر تعمل فيها حاجات بروقان زي ما بيقولوا، فهسه الواحد مش جدولك بتلخبط لكن انت بتحتاج انك تعملي اعاده بتاع ترتيب زمني ثاني. بس على السريع كده ممكن توصيه لهم. طيب اهم حاجه اذا نظموا النوم. نعم. يعني ما نخليه مساهل لانه ده بيخلي الوقت يكون البراهم من غيرنا كثير، فينوموا في نفس مواعيده ومصحى في نفس مواعيده بيكون عندك فتره الصباح. اوكي. وفرت الانشطه المعينه الجماعيه، وفرت لهم اللعبات، عارفوا مواعيد التلفزيون بتفرجوهم تين. اذا الناس دخلت كورسات او ما قدرت تدخل كورسات ما في مشكله، حياتها كلها متوفره يعني بكده، حياة سهلة شديد. بيوتيوب انت ممكن تجيب اي حاجة عاوزة، حياة كلها متوفرة يعني في انا يعني إيثار شاكرة لك جدا، سهلت علينا مجموعة من المعلومات واضفتيها، اكيد ان شاء الله بنتمنى ان هي تكون اضافت وافادت كل انسان كان بتابعنا الان عبر قناة سودانية 24، واكيد بتمنى لك يوم سعيد جدا. شكرا ان شاء الله. شكرا. تسلم يا رب.